يهمك تثق في نفسك ويكون في علمك. هنرد لطة وصعب تعيد اللطة، هناخد مع بعض الاسم ولو لمرة. نجوم في السماء لما انت عارفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش، فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش الخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. مستعدة النهاردة لمغامرتنا؟ مستعدة. طيب بما ان قلبك مقويكي كده وفاكرة ان المغامر بيقول انا مغامر وخلاص، فانا اول حاجة كنت عايز اسألك عليها، انت اصلا بتحبي المغامرة ولا انت من النوع اللي بتحسبيها جدا؟ بحب المغامرة قوي، وبحب اسافر، وبحب اتجنن، وبحب ما يبقاش فيه خطة خالص. مغامرتنا النهاردة محتاجة قلب جامد جدا، وعشان نبدأها محتاجينك تاخدي تأشيرة المغامر. فهنسألك شوية اسئلة عشان نشوف انت قد المغامرة ولا لا. ماشي. تمام. اخر مغامرة عملتيها كانت في يوليو 2021، وكانت سكاي دايفنج برضو. انت بتحرميش؟ انا من وانا صغيره نفسي اعمل سكاي دايفنج، ودي من يعني اون ماي باكيت ليست، اللي هي حاجه لازم اعملها. فمبسوطه قوي ان انا عملتها، وعملتها في بلد حلوه قوي، وكان في تحتيه بحر، وكان خضار، وكان كانت تجربه لذيذه يعني قوي قوي. بما ان المغامره فيها طيران، عايزاكي تقولي لنا اسمك لو هيبقى سوبر هيرو بيطير. سوبر مايونه. طيب عندك جرأة تقولي لنا تاريخ ميلادك كام؟ 9 نوفمبر 1997. مكان في مصر نفسك تروحي تعملي فيه مغامرة؟ مكان في مصر؟ بصي انا روحت اماكن كتير، روحت سيوة يعني من احلى الاماكن اللي روحتها، روحت دهب، بس انا ممكن احب اروح قوي طابة. اوكي. او احب اروح قوي سهل حشيش، احب اروح سهل حشيش. انا روحت سهل حشيش بس كنت صغيرة، فعايزة اروح تاني. طب ايه اكتر مكان يعني كنت مبسوطة فيه وانت بتزوريه او بتعملي فيه مغامرة؟ دهب حلوة قوي. اول اكلة عملتيها في حياتك كانت ايه اصلا؟ يعني نودلز بقى. ده مش طبخ يعني، عايزة طبخة طبخة، عايزة طبخة. مكرونة مثلا؟ عملت مكرونة بس فشلت، مكانتش حلوة خالص. بحاول اعمل وايت صوص بس طلع يعني وايت عجينة مش وايت صوص للأسف. برافو عليكي. دي كانت اول حاجه، بس انا دلوقتي احسن يعني، دلوقتي بعمل اكل كويس. احنا دلوقتي خلصنا الاسئله. اوكي. هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره بفي ار تيست، وهنشوف ايه اللي هيحصل. انا مش عارفه يعني ايه، بس اوكي. يعني هتشوفي دلوقتي، هتجربي تلبسي اللي هو ده. يس. طيب يلا بينا. انا كده بطيء. بطير يعني؟ يا لهوي يا لهوي، الله ايه ده، لا دي طلعت حلوه اللعبه، الله حلوه قوي. برافو عليكي، انت 98% مغامره. ايه ده بجد؟ وده هيديكي لقب لا مغامر. لا انا فكرت ان انا هسقط والله. فكرت ان انا هاخد زيرو. انت خدتي لقب مغامر مش سهل خالص بجد. وفانتي دلوقتي هجهز لتاشيره المغامر. انا جاهزه فعلا. تمام. قبل ما نعمل مغامره هتعملي فويس نوت، الفويس نوت دي هتبعتيها لنفسك فيها اي احساس انت حاساه، وهنسمع الفويس نوت دي اول ما ننزل على طول. خلاص ماشي. ماشي. انا دلوقتي اي حاجه. ماشي. همشي انا دلوقتي واعمل الفويس نوت دي براحتك. طب يلا. ميونه. ميان، قبل ما نبدا مغامرتنا عايز اسالك سؤال سريع، مين كان نفسه يكون معاكي دلوقتي وانت بتعملي المغامره دي؟ ماركو وخالد ودنيا. صحابي. اشمعنى ماركو وخالد ودنيا؟ علشان احنا بنحب نعمل حاجات سوا، وسافرنا الجونه سوا، وسافرنا دهب، ورحنا الاهرامات من قريب، وانبسطنا قوي. طب هقول لك على حاجه لذيذه قوي، ايه رايك تكلميهم دلوقتي فيديو كول وتشاركيهم معاكي المغامره دي، وهتعملي ايه بقى وكده؟ طيب ممكن اكلم ماركو بس عشان هو كان لسه بيكلمني من شويه. يلا بينا. ماشي.
يا ماركو سامعني؟ يا لبا سامعك حبيبتي سامعك بقى سامعك. تعرف انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سكاي دايفنج، عملتها قبل كده وانا شجاعه، متقلقش عليا. نجوم السماء نجوم السماء. ميان ثانية واحدة بس. اوبا ايوه قولي لي بسرعة باسورد موبايلك ايه؟ 4545 ادمنت اختك ايه؟ ادمنت اختك ايه؟ استني 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 استني
اي واحده فيهم؟ واحده 28 واحده 29 10. حلو يا مان، الحمد لله سلام. شهر 6 بس مش فاكره كام 6. الحمد لله سلام. معلش يا مريم، الله يسلمك، انا مبسوطه قوي. ثانك يو، شكرا على الاكسبيرينس التحفه دي. انا مفيش كلام عارفه اقول والله بجد، مش عارفه اقول ايه. احلى من سوري يا زنجبار، بس سكاي دايفنج انا احلى بكتير. سوري. نجوم السماء، نجوم السماء. كده عايزاكي تقولي لي انت حاسه بايه دلوقتي حالا؟ حاسه بكميه ادرينالين في جسمي مش طبيعيه، وحاسه بحريه كده ومبسوطه قوي وفخوره بنفسي ان انا عملت النطه دي، ومبسوطه قوي ان انا طرت فوق الاهرامات وعملنا فورميشن، واحنا اول ناس تعمل يعني اول مره يتعمل فورميشن فوق الاهرامات. طبعا احنا ما كناش شايفين الهرم قوي يعني عشان كان كله سحاب، بس لما نزلنا تحت السحاب شفنا الهرم وشفنا مصر من فوق، منظر رهيب رهيب. يعني انا عملت سكاي دايفنج في زنجبار قبل كده، بس هنا يعني احلى مليون مره. طيب انت جربتي التجربه دي قبل كده في زنجبار زي ما قلتي، ايه المختلف قوي عن التجربه بتاعتك هناك والتجربه هنا؟ هو المختلف ان احنا عندنا هنا كميه مناظر واثار وحاجات رهيبه مش موجوده في اي بلد تانية، وان انت تنطي فوق الاهرامات اللي هو يعني من اقدم ومن اعرق الاثار اللي موجوده في العالم. لما تحسي انك بتعملي الحاجه دي في بلدك احساس مختلف عن ان انت تبقي بتعمليها في بلد تانية، والمنظر نفسه صدقيني رهيب 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 يعني. طيب لو هتقولي رساله لصحابك او للناس عامه علشان يجوا يعملوا المغامره دي هم كمان، هتقولي لهم ايه؟ هيفوتكم نص عمركم لو ما عملتوش سكاي دايفنج في مصر، عشان غير اي حاجه تانية، غير اي بلد تانية. طيب ميان، عايزينك بقى، فاكره الفويس نوت اللي انت عملتيها قبل ما تطلعي الطياره؟ أوه. عايزين بقى نسمعها دلوقتي. ماشي. انا مش خايفه خالص، انا بالعكس انا متحمسه وحابه قوي ان انا اعمل سكاي دايفنج هنا في مصر، ومبسوطه ان ناس كتير هتعرف تعمل سكاي دايفنج هنا، وده مش اي كلام والله، ده كلام من قلبي. من قلبي يعني. فخوره بنفسي عشان انا بعمل مغامرات، بعمل حاجات حلوه مجنونه كده ومغامره في نفسي. وعايزه اقول ان انا بحب مصر.